أنا هي الجدة جراني المعروفة التي لا تعرف. يلا يا زوجي ابدأ. يلا خذ ذكاي. هاي موتوا كلياتكو، انتو بشر فقط للقتل. يا سلام، هذا هو الكلام. أنا هي الجدة جراني مع بنتي الرائعة سلندرينا وزوجي الزوج الأسطوري. نعم نعم جد جراني، بصراحة أنا وسلندرينا ملينا هون ملينا، شو رأيك ننزل أنا وياها ونجيب بشر؟ لا لا لا، دير بالك تنزل إلى هذا المكان بالأسفل، لأنه إذا نزلت يا زوجي أنت الشرطة راح يمسكوك وبتعرف وين راح تروح. شوف هاي السجن بالأسفل. هاي لا لا خلاص، بطلت. أنا بدي أرجع على الكوخ تبعنا، هذا الكوخ اللي إحنا دايما بنلعب فيه مع الأشخاص وبدي أخلي سلندرينا ترقص. أيوة 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 يا زوجي، طلع احنا بنقتل الجميع، احنا بنسلخ راس مثل هيك مثل هذا الفيديو تماما تماما، احنا أيوة. ندمر وبنرقص على جثث الاعداء. احنا اكثر عائلة شريرة بالعالم. شوفي شوي شوي كنا نتطور، كان شكلنا زي هيك بعدين زي هيك لحتى ما صرنا هذه العائلة الشريرة الجميلة. نعم نعم، شوف هذا الصورة بتعطيك كل افراد عائلتنا، هذا انت، هذا ابوي، هذا خالي. ايه والله خالي هذا. طلع قديش بخوف، طلع وجهه مرعب جدا. نعم، وهي سلندرينا، هاي جدتي، هذا ابني اللي مات اول ما طلع من بطني، وهذه انا، وهذا هو ابني سلندرمان. واو اسطوري. هاي جد جراني، شو رايك انت اليوم تروحي وتلعبي في الجزر الثانية، وانا وكمان سلندرينا بدنا نروح وبدنا نشوف مين في جوا السفينة. ماشي؟ اوه حسنا طيب ماشي، بس يا زوجي استنى شوي، تعال اعطيني بلوكات باللون الاحمر الدموي، انا ما معي بلوكات بلون الدم. نعم بدي بلوكات بلون الدم، بدي اوصل طريق انا فودي. بدي اتعرف على الجميع. ايوه لون الظلام. يلا يا بنت سلندرينا روحي. وي يا سلام، يلا بدنا نروح نشوف مين في بالسفن. يلا روحوا، هيني انا جالسة بوصل طريق من جزيرتي الى الجزر الاخرى، ما بعرف مين اللي في الجزر الاخرى. يلا اوبا. خلص ما تحكي معاي، والله بكسر لك راسك انت، هذا الحليب لإلي مش لإلك. توم وجيري وسبايك. ايه يا سبايك، مين هذا يا سبايك؟ هجم عليهم. مين بتري يعني بسترجي انه يتكلم معي؟ انا جراني. هي بتعدي عن هاي الجزيرة، بتعدي. هي روحي من هون، انت بتخوف كتير. بعدين بخلي الكلب سبايك يهجم عليك ويكسر لك راسك، هو اي حدا بيجي لهون بكسر له راسه وبعضه. نعم ريي، انا هو الكلب سبايك، هين انا فوق هذه المظلة، انا ما بحب حدا يتحكم فيي ابدا، هين انا فوق هاي الصورة. يلا سبايك اهجم عليها، هيك شريرة شكلها، عضها. هي عضا ما بيقدر يعضني الا لما انا احكي له. شايف السكاكين بدخلهم بعينك يا توم؟ شريرة كتير. جيري شو بدنا نسوي فيها؟ انت ذكي والله. ماني عارف يا توم، هي والله شريرة كتير بعرفها وبعرف عائلتها، احنا عائلة توم وجير وسبايك، عائلتها اخطر من عائلتنا لسه. والله بعرف، انا المشكلة لما كنت قط صغير كنت ادخل جوا هذا البيت، بس الان كبير مش قادر اتخبى.
ما بتقدر إلا تتخبى في قلبي يا حلو. آي آي لا 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 تصيبي. لا تضربي حدا. لا تصيبي. اهجم على اسمك. آي آي شو هذا؟ تكسير. شو هذا قوي؟ يلا اهجم اهجم. روح روح عليها. دمرها تدميرها شريرة كثير. لا لا لا. بعد عني بعد عني بقول لك بعد عني بعد عني. راح يقضي عليك سبايك. راح كسر لك راسك يا شريرة. احكي لك انا ايش راح اسويه. زي هيك زي هيك. وبعدي ايه. ركز ركز لي معاي. وين اختفى؟ عين وراكي. شوفي هلا بكسر لك راسك سبايك. خلاص اسفة. ممكن اني اصير صديقتكو؟ ايه صديقتها بسيطة شريرة انتي. ايه يلا عادي 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 يا توم نتعلم منها. اه والله خلاص خلاص ماشي ماشي. بس انتو خليكوا هون راح جوزها يسرق الجزيرة. انا بدي اروح معاها. طيب ماشي انت روح. واين انا والكلب سبايك موجودين في هاي الجزيرة. طيب أيوة. يلا هي بدك تيجي معايا يا توم. خلاص انا ما بدي اتقاتل معكم انتو. خلاص ماشي رح اجي معاكي. بس هي انا بحكي لك اذا بتجي بنتك سلندرينا او بيجي جد غراني انا بدي اخلي سبايك يهجم عليه وعضه عضه واحده فقط بكافي انها ايش تمزعه تمزيع. خلاص طيب انا موافقه 200% مش 100%. يلا تعال معايا توماس. تعال معايا توماس. جد غراني أنا كثير كثير جوعان. بتعرفك جزيرة فيها جبنة فيها إشي لذيذ حليب لأن أنا وجيري وسبايك ما عنا حاجة ناكلها. أي جبنة. شو هي الريحة؟ جبنة. خلينا ناكل. آه شو هذا؟ رفي خوفتني. إيش مالك؟ عطني خربانة. مرحبا. إيه؟ أنا جايهم حتى بدي أطلع الدم من الجبنة. أنا الجبنة الفاسدة الخربانة. أنا شرير. طلع هذا الجبنة الشرير يا صديقي توم. هذا صديقي. مرحبا يا جبنة يا شرير. أنا بحبك. أهلا أهلا. أنا كمان بحبك يا جراني. أنا بعرف أعمال الشر اللي بتسويها عشان هيك أنا صرت جبنة فاسدة شريرة. نعم نعم توم. ليش تطلع علينا؟ إيه؟ لا ما بدي ما بدي تكون الجبنة شريرة. أنا بحب الجبنة الطيبة. بحب تكون الجبنة لذيذة. جبنة موزاريلا جبنة الولد. أنا ما بحب الجبنة الشريرة. تعال أور تضربني وأنا أكسر لك راسك. حرب يا الله. مقاتلة مقاتلة. مين اللي راح يفوز؟ قلب واحد قلب واحد. آسف أنا قتلت الجبنة. أنا قتلتها. أنا يا توم. أنا يا توم بصراحة أنا بدي أعترف لك زي هيك وزي هيك. شو بتسوي يا جراني؟ ليش رميت السكاكينك اللي عليها الدم؟ بصراحة أنا تأثرت فيك كتير كتير. تأثرت بشعر اللطيف وبالكلب سبايك. أنا بدي أكون طيبة. هاي انت عملت زينة العقل. هيك المفروض يكون الواحد. لازم يكون الواحد طيب يلعب يستمتع يسوي شغلات طيبة. ليش تكون شريرة وتفسد العالم؟ مبروك مبروك يا جد جراني. ياي يا سلام. طيب طيب بدي ياكي شو ايه ايه بدي اياكي انتي تكون طيبة تبطل الشريرة خلاص وتاكلي بسكويت وتشربي حليب. خلينا اجرب. ما عمري اكلت انا بسكويت. ايوه شكلك زاكي اذكى من لحمة البشر المقززة والمقرفة. والله لذيذ. واو ياي واخيرا. بس خلاص اكلت يوم كله يا توام. اكلت يوم كله يا توام. انت شايفة ما عندنا طعام. عادي عادي بعطيك بعدين. هي يا توام خربان. ايش فيه خربان؟ كله خربان فاسد ما بتاكل. هذا الواحد بياكل كثير منه بخرب بطنه. طلع القرف. اه والله شايفه شايفه يا توم. خلاص هي طيب الطيبين شو بسووا كمان؟ الطيبين للطيبات. احنا يعني ايش دايما منكون منسوي فريق نلعب نروح على الملاهي نشرب شاي منسوي شغلات حلوة زي هيك. نعم نعم جد جراني تعالي. ايه نعم نعم بنقتل الاشرار. ايه
تقتل الأشرار؟ أيوة نذبح الأشرار طبعا، بس أنا ما ذبحتك لأني حبيتك وعرفت إنه أنتي طيبة، ممكن أصير بيناتنا يعني إيش؟ ممكن أصير بيناتنا إن أنا وياكي نتزوج. أنا متجوزة ولا مجنون أنت؟ صدق شرير شرير، ما بتكوني مع حدا طيب يعني، أنا قطة حلوة. أنت قطة حلوة قطة كمان، بعد عن وجهي بلاش أقلب شرير هسه. والله يسامحك يا قراني، زعلتيني زعلت توماس. انت زي ابني حبيبي والله، انت زي ابني. والله انت كبيرة بالعمر خلص بطلت. ايه؟ يما شو هادي؟ يا حبيبي شو مين هذا؟ طلع شكله هذا دم. انا هو ايرون دم الشرير. دم مش قادر يا حبيبي، مش قادر مش مستحمله. قراني تذكر شو حكيت لي. لا العبيد تعال الله 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 يوفقك الله الله يوفقك. الله يوفقك اي قلبت مجنونه سباي. وانا راح اتبعك بعد انت عن وجهي. اي الله يوفقك تبعت اي وجعتنا اي قلبت سفاحة. اي الله يوفقك ان شاء الله تموتي. يا سلام ريد جدقراني بنتي سلندرينا زوجي الجد جراني. ماما حبيبتي يا سلام. ماما بدي اياكي نروح على السوق ونشتري السكاكين. يلا يلا جبينا.